لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. إذن إخواني الكرام، يعني هذه نقاط فقط اللي أردت أن أقولها بالمختصر المفيد. أتمنى من الدولة الجزائرية أن تكون في مستوى هذا التحدي. الرئيس غائب، أصرخوا للجزائريين الحقيقة، قولوا الجزائريين الحقيقة. إيقا من أشهر والآن الجزائريين طالعين هابطين أسابيع أسبوع، ينطحوا أسبوع وهم راهو جاي وهكذا، ويبعثوا في الدعايات أحياناً هما اللي خرجوا في دعايات عن طريق الصفحات أو أي فرقة تلفزيونية سافرت إلى ألمانيا باش تصور الرئيس، لأنه قابل سافرت صورت الرئيس بوتفليقة هنا في فرنسا وهكذا، ويخلوا هذا يا سيدي الرئيس كان من نهار الأول عملته مع الطريقة بطريقة سليمة، راكم مشكم تحت الضغط، راكم مشكم تحت الضغط الآن، راكم في موقف محرج جدا. رئاسة الجمهورية ولت بطلت ما عادش تنشر المنشورات لأنه يمسحوا بها الأرض في التعليقات. تخيل جهة أجنبية معادية تروح تفتح رئاسة صفحة رئاسة الجمهورية وتلقى بوست نشرته رئاسة الجمهورية فيها 1000 تعليق، 950 تعليق كلها يسبوا في رئاسة الجمهورية ويسبوا في القائمين عليها. واش راح يقول لك؟ هذه دولة أمنها قومي، هذه دولة أنها جبهتها الداخلية معززة ومتماسكة. شو على كل حال، هذا إخواني الكرام، ربي يحفظكم جميعا، شكرا على المتابعة. ما الناس هاي مازالت سهرة معنا، ولكن خلاص قلنا ما يكفي يكفي. نسأل الله تعالى لبلادنا الخير، وتأكدوا نزيد نكررها، راهي بلادنا في مرحلة صعبة وتحتاج منا التماسك. وكيف التماسك؟ راه مش هو كي عندما نجي انا نتكلم في اراء ناقده ويجي واحد اخر يتكلم في اراء ناقده، راني معناها رانا خلاص خلخلنا هذا التماسك. لا، نحن ننتقد، والدوله لما تشوف الانتقادات مشروعه وبناءه تعملها وتبين. نعم تستمع، افتحوا التلفزيونات هذه يا جماعه، خليتوا الجزائريين ما تلوموش الجزائريين، كيولوا يقبلوا على كل من هب ودب يتابعوه في شبكات التواصل الاجتماعي. انتم والله التلفزيونات نتاعكم حولتوهم الى يتيمه فتحه ويتيمه فتحتين ويتيمه ثلاث فتحات ويتيمه ربع فتحات كما يسموا فيهم قبل. حولتوهم الى شكون اللي شاهد فيهم التلفزيونات الجزائريه؟ شاهدوا فيهم العجايز يديرها ويخلي كاش ما تشوف حاجه على الجزائر وخلاص. ولكن النخب والمثقفين ما عادوش يتفرجوا على الجزائر. والله كاتب باقي يقول لك نحن من الهاكر سوف نغلق قناتك. يا ابني اغلقها، يعني كي تغلقها القناه انتهت لي نفتح 10. الاشكاليه والله لا اله الا الله. على كل حال، اذا اخواني الكرام، انه يجب ان يفتح الاعلام للراي والراي الاخر، للجزائريين يناقشوا. لما الجزائري تكسبوا حتى لو يكون النقاش في حدود معينه، دائما اي مكان تلفزيون ما يضعش خطوط حمراء معينه. من قال لك بانها التلفزيونات تراهي مفتوحه كل شيء راه يكذب عليك؟ هناك نوع من الخطوط الحمراء، ولكن لما تكسب المشاهد تكسب عقله وتكسب وجدانه وتكسب مصداقيته وتكسبه في كثير، غير هنا رايحين نكونوا باذن الله تعالى في دخلنا مرحله جديده فعليا، والشعب يصير مطمئن. لانه هذاك اللي في المواطن عندما يشوف التلفزيون الناس تتكلم، الهموم اللي هي في عمقه هناك من يتبناها ويدافع عليها ويوصلها الى مستويات، راه يولي عنصر بناء وليس عنصر هدم. ولكن العكس، عندما يشوف صوته لا يصل، ماساته في كارثه وصوته لا يصل، راه يتحول الى معول هدم، من حيث يظن الناس انه ما يدير حتى شيء. وهذا هو الخطا الكبير. من يستخف بالناس راح يجي اليوم ويستخفوا به، اذا ما استخفوش به الناس هذا اللي يستخفوا بهم يجوا اخرين ويستخفوا به. وشفنا ما حصل النظام بوتفليقه ويحيى وسلال، وكيف كانوا اباطره يعني، ويحيى باش يلتقي مع الناس يدفعوا الفلوس باش يشوفوه، الان وين راه يجيبوه مسلسل في جنازه خوه في ظروف يعلم بها غير ربي. على كل حال اخواني الكرام، هذا ما اردت ان اقوله في هذه الجلسه.
الجزائر راهي في قلوبنا، التماسك واليأس راه مضر. نحن عندما ننتقد نقول هذه التحديات راه ماشنا يعني نزرع في اليأس، لازمنا نتفائل ولازمنا نتعاون. التحدي كبير، تحدي صحي، تحديات عسكرية، تحديات أمنية، تحديات اجتماعية، تحديات اقتصادية، كلها تحديات تواجه الجزائر. وهذه التحديات نستطيع أن نهزمها عندما نكون يد واحد سلطة وشعبا. كيف سنكون عندما تكون السلطة تسمع للمواطنين، عندما السلطة تضع الرجال في مكانهم المناسب، تضع المسؤولين في مستوى التحديات، مش تحط لي واحد فقط يحلم باش يكون وزير حتى غدوه يروح يضرب فيها لقب وزير سابق، ابق يدي شهريا نتاعو التقاعد نتاعو وزير ويطلع من ويخرج للخارج ويصبح يفوت في الفضائيات كوزير سابق، هذيك فعاد تدخل له الفلوس. اما حال الجزائريين ما يهمهم، جيبوا الناس اللي تخاف ربي وهمها على هذا الشعب، هم اللي يتولوا المسؤوليات ويكون هناك سلطة قضائية حقيقية. افتحوا الباب للقضاء، طهروا القضاء من 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 أوباش بوتفليقة، من نجسات بوتفليقة. والنظام راه 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 القضاء، راني عشت في السجن وشفته. عندما نتحدث عن سجون الجزائر، انا عشت قضية فترة في السجن وشفتها من الداخل. ما هي كما يخيل عندما يجي واحد يتحدث على سجين او يتعرض لكذا وكذا وكذا، يقول لك لا راهي خمس نجوم وما ادريش، يا كذبوا عليكم. انا عندما كاين امور كثير نصدقها وكاين امور لا اصدقها، ولكن عندما من يدعي بان سجوننا راهي 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 خمس نجوم وان مستقبلنا رائع وان دولتنا صافيه ما فيها مشاكل، يكذبوا عليكم ويخدركم بهذا الوهم. يجي نهار وتلقوا ارواحكم تدفعون الثمن الغالي جدا جدا جدا. وسيأتي اليوم يا جماعة إلا ما نكون يد واحدة ومتمسكين ونرفض هذه الطريقة الدعايات. شي جاي تسبني، أنا راني مواطن بسيط مثلك يا جزائري، أنا كي نجي نتكلم هكذا راني ندافع على بسيط مثلي، لست أنا صاحب قرار. أنت الآن أنت بسيط مثلي جاي تسبني، راني أنا ندافع عليك أمام سلطة ليست منك ولا هي مني، هي تحكم فيك وتحكم فيا. إذا لم نكن نتعاون نحن حتى نفرض على هذه السلطة كي تحقق لنا جميعا ما نريد في بلادنا، وين رايح الروح؟ وين رايح الروح؟ واحد زوالي يسب في واحد زوالي من أجل واحد ماهوش زوالي وولاده ماهوش زواولة، موزعهم يقرأوا في العالم، يخرج منا من الجامعة يلقى خدمة نتاعه في السفارات والقنصليات والخطوط الجوية في دول مختلفة، وهو ولد الزوالي يتخرج من الجامعة تلقاه في عقود ما بعد قبل التشغيل، ولا راهي ولا راهو داير طابلة تاع دخان يبيع فيها ويروح لدارو ما يجيب ثمن الانترنت كان بالذراع، ويروح لدارو وحط البورتابل انور مالك خامي عامين وخائن ونحن ما عندناش وما يخصناش ونحن نجوع لا نحبوا بلادنا وما نجوعوش فيها، ما لازمش نجوعوا فيها. اللي يقول لك باللي لازمني نجوع باش نبين الوطنيه يكذب عليه. هنا عايشين في فرنسا نشوفوا المواطنين الفرنسيين كيف يحاسبوا في رئيس الجمهوريه، تلقاهم كل شيء متوفر لي، حتى البطاله عنده اجر تاع البطاله وعنده الشوماج وغيره وغيره وغيره، ورغم ذلك ما يسكتش ما يسكتش حتى يحافظ دائما على حقوقه. اذا ما لازمش يجوع الجزائري باش يبين الوطن. جاعوا ابائنا واجدادنا حرروا البلاد، شكرا لهم، اعطونا البلاد حره مستقله نحافظوا عليها، مش لازم نجوع فيها. بلادنا فيها كل الخيرات، بلادنا راهي عندها مليارات تدخل لها من الخزينه العموميه. لو نحسبوا على العائلات الجزائريه نلقوا ان نقدروا نصرفوا على الجزائريين وهم قاعدين في ديارهم ما يغنيهم وما يخليهمش يحتاجوا حاجه واحده. ولكن للاسف للاسف الشديد ايد الخيبات في كل المجالات، ما نقولش بانها السلطه فقط، سلطه من الشعب، الشعب فيه وعليه والسلطه فيها وعليها. واذا كان السلطه والشعب ما يستمعوش الى النخب السياسيه والعلماء والمثقفين والمفكرين، لمن يسمعوا؟ يسمعوا الى سياسيين ما عندهمش حتى السيزيام يجوا يكذبوا عليهم وكذا وكذا، سواء كان سياسي في السلطه يستغلهم بما يريد، واذا جاء هذا السياسي المعارض ايضا يستغلهم كما يريد. ودائما كل مرحله هناك الكثير من الجزائريين يدفعون الثمن. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.